على امتداد التلال والجبال وفي بطون الأودية تنتشر أشجار ونباتات، منها ما يؤكل ومنها ما يشفى بسببه العليل. هي طرق تقليدية توارثها الآباء عن الأجداد واستفاد منها الأبناء، ولم تكن الحاجة للبحث في الخارج، فقد كان الداخل مليئاً بكل ما هو مفيد من خيرات الطبيعة. أشجار ونباتات برية تحكي مراحل مختلفة لإنسان تلك الأرض الذي كان ولا زال يبتهج بموسم الصرب. مشاهدينا حياكم الله معنا في برنامج صرب وحلقة جديدة من البرنامج. في حلقة اليوم الأشجار والنباتات البرية في الجبل وفي هذا الموسم تحديدا في محافظة ظفار سنتعرف عليها من خلال حلقة اليوم. حياكم الله معنا في حلقة جديدة من الصرب. في هالجمال الملبس من فنون الطبيعة، في هالجميل الذي بالعون ما حد يبيعه، في هالجمال الملبس من فنون الطبيعة، في هالجميل الذي بالعون ما حد يبيعه. يا ربي حماها وبأهلها ما كماها، يا ربي حماها وبأهلها ما كماها، يا ربي حماها وبأهلها ما كماها. الحسين المزيف من كرام العشيرة، الحسين المزيف من كرام العشيرة، الحسين المزيف من كرام العشيرة. شعابي سمحاني تشفي من فؤاده جريحة، خذني وعرج على تلك الرواب الفسيحة، شعابي سمحاني تشفي من فؤاده جريحة. يهنا لمن عاش فيها أو تردد عليها، يهنا لمن عاش فيها أو تردد عليها، يهنا عاش فيها أو تردد عليها. يهنا لهم بالهنا مني لهم خير جيرة، يهنا لهم بالهنا مني لهم خير جيرة، يهنا لهم بالهنا مني لهم خير جيرة. يرضى اللبن اشربي من دموع السحايب، ذكريني بأهلي بعد ذكرى الحبايب، يرضى اللبن. نتواصل معكم مشاهدينا وفي حلقتنا هذه النباتات والأشجار في هذا الموسم في موسم صرب. نرحب بضيوفنا في حلقة اليوم. ضيفنا سعيد بن مسعود الكثير، أخصائي تنمية موارد رعوية أول بالمديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة ظفار. حياك الله معنا في البرنامج. حياك الله وحيا الله المشاهدين خلف الشاشات، ونرحب أيضا بالشاعر مسلم عموش، والحمد لله تجمعنا هذه الأجواء الطيبة في الأماكن هذا الطيب. يعطيك العافية. مشاهدينا نرحب بضيفنا الفنان مسلم بن رامس المهري والشاعر، وراح بإذن الله في هذه الحلقة نسمع شيء من الألحان والأصوات المهرية بإذن الله. إن شاء الله. حياكم الله وجزاكم الله خير على تشريف أن استدعتونا عشان
هذا السرب والقصائد التراثية بالمهرية، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم بإذن الله. بإذن الله، حياك الله. هكذا مشاهدينا نتواصل معكم في برنامج صرب، ومحطتنا الأولى راح تكون مع الثمار البرية التي تظهر في هذا الموسم الاستثنائي ما بعد الخريف، وهو موسم الصرب. البيضة التي يتم استخراجها أيضا من بعض المناطق الجبلية، ومن ثم طبخها بطريقة معينة نتعرف عليها أكثر من خلال التقرير التالي. ولا زلنا نستمتع بتفاصيل رواية الصرب، والتي تأخذنا بين مفردات الجمال وبهاء الطبيعة، وكأن سطور الرواية تهمس وتقول: أهلا بورد الصرب، فمرحبا بنور بهجته وبحسن منظره وطيب رائحته. وها هنا نتطرق إلى نوع من أنواع زهور موسم الصرب، والتي يطلق عليها محليا البيضح، ويعتبر البيضح من جنس الزنابق المطرية، ويطلق عليه البعض مسمى النرجس البري. ومن أجل الاقتراب أكثر كان لابد لنا من دليل معين، وكان العم بخيت خير معين. بالنسبة للبيضح بشكل عام في محافظة ظفار يبدأ بموسم الخريف وينتهي بالصرب بداية شهر 10 يجنى، ويستمر السنة كاملة حتى يدخل الخريف العام الجاي، لسبب غذاء كامل للأهالي. مكان اللي ينزل الخريف من جبل الحوف، أي يعني دمكوت، لما شرق المنطقة اللي جبل سمحان على الشريط الخريف، اللي يوصل للخريف هو توجده، والأكثر أكثر الغربية يعني الوسط أكثر كثرته، يعني الحجم الكبير يعني مثلا، أو زي ما بتقول يعني صوب كبلت في هذا الأماكن اللي هي غرب المنطقة، أو غرب المنطقة الوسطى، أو غرب الشرق، تجد البيضح بكثرة سواء في القطن أو في السهل فوق في الجبل. وبين أكناف طبيعة ظفار وشموخ جبالها الخضراء يبدأ العم بخيت رحلة البحث عن البيضح، والتي تعتبر ممتعة وفي بعض الأحيان متعبة، وتعتمد على مدى قدرة الشخص على تمييز البيضح وأماكنه وأنواعه المختلفة من ناحية الحجم واللون والفصيل. وبعد عملية البحث تبدأ مرحلة التحضير للطبخ، والتي لها طريقة محلية خاصة. طريقة الطبخ بشكل عام زي ما قلت على البخار في الماعون، واستخدم استقرق حسب المدة على نار هادية علشان لا تحرق، فهمت علي كيف؟ ونغلف عليه بهذا الغلاف اللي هو هذا غلاف جديد، يعني زي ما بتقول الحين متوفر، أول ما في متوفر أول تحطه بنفس الموقع في البخار في التراب، وتبلل التراب مثلا وينطبخ على البخار. الحين الحمد لله في وسائل اختلفت بهذا التغطي، وتحطه بنفس القدر وتعطيه نار هادية قدر 3 ساعات ساعتين 4 ساعات، فهمت عليك، حتى ينجح تشله من هناك قد نجح على البخار. ما له هي طريقة ثانية غير هذا الطبخ. الطبخ إذا طبخته وشويته في الفرن أو غير فرن أو أدوات تقليدية تحصل الشحج حلقك، تصير حلقك مشحجة ما تقدر تأكله، ولكن اللذة فيها اللذة هذا ما تحصل يعني فيها إذا انطبخ بهذه الطريقة الثانية، هذا ما تحصل فيه شحجة، هذا تحصل فيها ذوق جيد وممتاز. ومع تغريدات العصافير وتمايل الأغصان ودنو الأصيل، كانت هذه بعض تفاصيل حكاية الصرب. Thank you.
حياكم الله مجددا مشاهدينا والى ضيفنا في حلقه اليوم سعيد مسعود الكثيري. سعيد، يمكن نقول الاشجار والنباتات البريه في المحافظه وتحديدا خلال هذا الموسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، طبعا المحافظه ظفار هي من اميز المحافظات في القطاع النباتي، والحمد لله على هذه الهبه الطيبه من سبحان الله وهبنا الله بتنوع بنادر يعتبر في شبه الجزيره العربيه تقريبا. عندنا الموارد الرعويه او المراعي في محافظه ظفار تنقسم الى شقين. الشق الاول اللي هو الاشجار المحليه او الاشجار النباتيه، تختلف مواقعها من مكان الى اخر، فمن حسب الطبوغرافيه الارض. فبعض الاشجار تنمو في السهول، وبعضها في الاوديه، وبعض الاخر ايضا في القطن، ايضا المنطقه النقديه وهي ما بعد سقوط الامطار الموسم الخريف. فعندنا في تعتبر الاشجار النباتيه الاشجار المستساقه للحيوانات هي او مثل السقوط والثمر، وايضا هناك اشجار اخرى اللي هي نسميها نحن اشجار بريه كالتين والميطان، وهذه كل واحد لحدها على حدها لها فوائدها الحمد لله رب العالمين. سنتحدث عن هذه الفوائد. يمكن ايضا هذه الاشجار وهذه النباتات هي جزء من التوازن البيئي في 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 المحافظه، ولها دور كبير ايضا. بكل تاكيد اي خلال في التوازن البيئي يعتبر خلال في البيئه المحليه. والحين الموسم الحالي يعتبر من افضل المواسم البيئيه، يكون ان الحمد لله الاشجار في اخضرار والازهار ايضا موجوده، والنباتات في ما شاء الله في اوج موسم الرعي في السرب هذا الموسم. فنحن نلاحظ انه سنويا في اختلاف، نقول في يعني في تصحر، يعني في اختلاف في معدلات النمو، وذلك بسبب قلة الأمطار ونتيجة التصحر ونتيجة قلة المراعي ونتيجة قلة أماكن الرعي، وحيث ذلك يؤدى إلى قلة النباتات واستساقها، وأيضا هناك اسمها ظهور نباتات أخرى هي غير مستساقة، بحيث أنها نتيجة التصحر ظهرت هذه الأشياء. لكن الحمد لله في وعي وفي تحسن، الناس بدوا في الوعي حيث هذه الايام ما شاء الله تبدل. نلاحظ انهم في متابعين في مجال التشجير في مجال هذه الاشياء. هذه النباتات يمكن ايضا الاهميه، وانتم ايضا كاختصاصيين الانواع من حيث الاستفاده، ايضا الاستفاده من هذه النباتات وعمليه ايضا التعامل معها. والله الحقيقه هو في تعامل، لكن تحصلها انها اكثر اغلبيه هذه النباتات هي نباتات رعويه يستفيد منها المربي. فأفضل وقت المربي هو وقت الحالي. في نباتات لها أكيد لها دور علاجي ودور هذه الأشياء، هذه تحتاج لها إلى بحوث ومعامل خاصة، يعني بحيث أنك تعرف الأشياء البحثية ويكون لها أشياء بحثية ومتابعة من قبل الجهات المعنية. من خلال أيضا اطلاعكم أنواع النباتات، إذا ما كانت هناك أيضا في بعض الأشجار أو النباتات النادرة أيضا الموجودة في المحافظة. أكيد عندنا في من أعتبر من النباتات النادرة اللي هي شجرة التبلدي في وادي حنة، وعندنا في ولاية ضلكوت شجرة واحدة فقط اللي هي يسموها السكان المنطقة هيروم ذري، أي الشجرة النادرة كذا حنة، وهي أشجار طويلة وأشجار ضخمة جدا تعتبر لها فوائد أيضا هناك. في النباتات الموجودة في المحافظة، يعني ماذا في استخداماتها أيضا في استخدام مثل هذه النباتات؟ كانت أيضا بعض الاستخدامات القديمة التي كان بالفعل يستخدمها الأهالي وسكان المنطقة. هناك استخدامات مختلفة، فمثلا لو لاحظ أن بعض الأشجار أو النباتات الموسمية اللي هي مثلا نقول لك قمرات، شجر نباتات قمرات، هذا كان يستخدم في غسيل الشعر والبشرة وهذه الأشياء من زمان، يعني قبل يعني النهضة وقبل هذه الأشياء الموجودة تستخدم في هذه في غسل الشعر بالذات، يعني تحصلها أوكي طيبة. عندنا الأشياء الثانية اللي هي مثلا السقوط، هذه السقوط تستخدم اللي هي الشجرة هذه الموجودة تستخدم في عملية السبق، في سبق الملابس، في سبق الخيوط، في سبق هذا الدزمان، ما عندنا سبق، هذه أيضا لها دور في هذا الشيء. في بعض أيضا النباتات والأشجار البرية
التي ربما لم يعرف الكثير عن استخدامها، ربما فقط الرعاة أو الساكنين المكان هم من تعرفوا على هذه الأنواع، يمكن أيضا الآن أصبحت المعرفة أكثر. أكيد طبعا، هي كل الأشياء الموجودة عندنا في المحافظة لها فوائد، يعني سواء استخدام المحلي اللي كان لها الأيام من زمان يستخدموها نتيجة الحاجة الاختراع، أما الحاجة الاختراع يعني يخترعوا هذه الأشياء فوصلوا إلى نتيجة معينة. بس الحين المفروض احنا في هذه الايام في التطور والتكنولوجيا وهذه الاشياء يجب ان تكون هناك معامل بحثيه تتبع هذه الانتاجيه، كيف يعني كيف الفائده منها، هذه الاشياء الجزئيات كيف الفائده وايش مضارها وايش فوائدها. اللهم ان هذه الاشياء ممكن في مختبرات، في مختبرات عالميه، في معامل، حتى ممكن معامل طبيه يعني لها فوائد اكيد جدا جدا رائعه. بالنسبة للموسم، موسم الصرب أيضا بالنسبة فائدته للدورة الحياة النباتية وللنباتات تحديدا. أكيد طبعا، لأنه كل ما يعني سبحان الله الحياة، هذا الموسم موسم الحياة، موسم الصرب يعتبر موسم الحياة لكل نبات لكل إنسان لكل يعني عم عايش في هذا الوطن الطيب، فالحمد لله تحصل التجديد دائما مستمر. والهم ذلك أن الأشجار هذه تلاقيها المواطن يرتاح، والأشجار أيضا لها يعني فيها فوائد للحيوانات للمربين، فتحصل هذا الموسم موسم إنتاج، سواء إنتاج للشجرة إنتاج للزهور إنتاج للعسل، فهذا إنتاج ما شاء الله يعني يعتبر إنتاج موسم إنتاجي بالذات سواء في الفرحة في المنتزهات في الطلوع وهذه الأشياء، والحمد لله. بالنسبة للتصنيف للنباتات الموجودة في المحافظة يمكن اللي تكثر خلال هذا الموسم، ماذا في تصنيفها أيضا؟ هي التصنيف يعتبر على مثل ما ذكرت سابقا أن التصنيف يعتبر تصنيف راوي وتصنيف غير راوي، وهناك أشجار أي نبتة تعتبر يعني موسمية بالذات في المراعي الحشائش وهذا الجانب، فكلما زادت المراعي زادت الإنتاجية. والعوام الماضية يعني حسب في دراسات إنه إنتاجية الحشائش من العلاف كانت في استمرار وفي زيادة، بالعكس الفترة الأخيرة نتيجة زيادة الحيوانات ونتيجة زيادة نقول مثل قلة الأمطار، اللهم هم يعني في بعض المواسم ندرت الأمطار تقريبا والموسم الخريفي يعتبر قليل جدا، فالحيوانات في هذا الموسم يعني حيوانات النباتات مستساغة وغير مستساغة. طبعا بطبيعة الحال النباتات المستساغة هي التي يأكلها الحيوانات طبعا ولها فائدة غذائية ولها دور في الإنتاجية يعني. أما الغير مستساقة فتعتبر هي من النواع الدخيلة عن نبتت، وهذا يدل على أنه كلما زادت النباتات غير المستساقة كلما هناك مؤشرات إلى عملية التصحر هذا الجانب يعني. نعم، تواصلين في حديثنا عن النباتات والأشجار البرية الموجودة في محافظة ظفار من خلال حلقتنا معك ضيفنا. معكم مشاهدينا نتواصل في حديثنا في حلقة اليوم وإلى ضيفنا الشاعر والفنان مسلم بن رامس المهري. مسلم، الألحان المهرية الطرق أيضا التي نسمعها دائما بين الحين والآخر نتعرف عليها أيضا من خلالك. أكيد الألحان المهرية لها كثير، ما هي واحدة ولا ثنتين، ألحان من كل ألحان يعني، في سمعين وفي هدوي كريم كريم وهي في اللي في دانا دون، في الحان الجديده اللي هن بالمهريه، ولكن الحان سويناها بالحان الجديده اكثر يعني تطوير طورناها، والكل قصايد لها لحن، فعلا كل قصيده لها لحن، بالسامعين لحنها غير، هدوي كريم كريم لحنها غير، والمهريه لحنها غير، يعني عده الحان نسمع شيء الحين ان شاء الله. طيب هذه عن الطبيعه والخريف والصرب والاجواء هذا الان. حيبة مديت هانت ذو محل اشتاذ ليحي من غازر ومطولك ومن موقط فيحي خرفي وتمضار دوثي ومغاول اللي قديحي اذغرب شال سوكن قطنه المنزيحي هلاي قاصدة مديتن بطبت كاسي تميحي
عد منك وهملتك اوصر ومن ذهب ومن حريض جاك نيحي عد منك وهملتك اوصر ومن ذهب ونقاك نيحي ومن حريطك تغرب هبت حاك بتقزيحي بهضراتك اش ويصل وحد حريتك وسريحي بهضراتك اش ويصل وحريت ضو شريحي وصرومه الحليله ابوابت لي فتيحي شايف لي قذبه زوكي وبراك قوف شزيحي طرح ذي الويد لا يفكر وطيك يا ما صيحي عاد تقاط نقابي ومديت من مليحي عاد قابي ذي ظوره ومن السنة يلتيحي الدقاب ياد فقط لد من السنة يلتيحي سلامتكم. هذه معنى القصيدة قلت لك تجمع فيها كل طبيعة الأرض والخريف والصرب وحتى هجان البحر مع الخريف وتوصف طبيعة الوديان والأرض اللي كان فيها يعني اللي أنا أحبه تمر هذه اللي شو اسمه الخريف والضباب على هذا الدار اللي انا احب المكان مسقط راسي او كذا. شكرا لك شاعرنا مسلم بن رامس المهري على هذه الاصوات وهذا اللحن اللي سمعناه. ما زلنا متواصلين معكم مشاهدينا في برنامج صرب وفي القادم. هذه النباتات وهذه الاشجار التي كانت تستخدمها النساء سابقا للزينه ولاستخدامات أخرى أيضا، نتعرف أكثر على هذه النباتات التي كانت تستخدم للزينة وغيرها من خلال التقرير التالي. حديثها عبق، أخذتها الذكرى في واحدة من المواجهات الشرسة الغيورة على تراثها. قلت للدكتور وايل قال ها قلت له انت بتعالقنا من بلدني، قال كيف بعالكم من بلدكم؟ منذ زمن بعيد ولد الإنسان الإبداع لحاجته فصنع له ما يريد من محيطه. في محافظة ظفار استفادت المرأة من كل البيئات الريفية منها البدوية والساحلية والحضرية. بطء عجلة التطور على مستوى مستحضرات التجميل لم يكن يوما عائقا في اهتماماتها بذاتها الجميلة، فاستخرجت من الأشجار والنباتات مكونات لصنع ما يحافظ على بشرتها ويعتني بها. في محافظها كلها بصراحة من الشامبو. الشامبو 4-5 أنواع، اللي هي صمرحات تقول لها الشقرة، البامي يكمل بامي يقولوا لها ذحن بامي، الصمرحات والكثيرة والخير، وكل يوم ماشي مستورد خاصة. بس هذا الشامبو موجود 5-6 أنواع هنا، لكن تلاقي الحرمة كل واحدة شعرها حتى اللي هنا، وتلاقي الرقاع يا أخي شعارهم ما يحتاج، تشوفون القمام حقه حتى اللي هنا وعلى بيساوهم بالمحفيف. بلادنا فيها خير كثير وواسع شمال وقياس. تتذكر تماما القمروت هذه الشجرة التي إن كلتها حين ذاك وازت أهم الأشياء لهن ربما، كيف لا وهي الأكثر رواجا بينهن. استخدمنا الشجرة والحجر لمجاورة البدر، وهل البدر قرين غيرها؟ تفاصيل كثيرة حاولنا إيجادها وبلورتها عندما سنحت لنا الفرصة. الكحل شت في شجرة فيها كمال ورود أبيض، هاك يقول لها شجرة النفلي، القذر حقه تحرقه وتقاب فيه منه يقولوا له كحل صافي كمال حجار هيك. هذا ترين وهاك الحجار ترينهن 20 يوم ولا شهر في الماء، وبعدين هاك شجرة النفلي القذر مال هي تحرقه ويكون كمال صخر هيك. ولا شجرة المفلل
ولا حقوت العقب حقوت التمر الصحاري يحرقونها ولقد هنكمل هذاك يسحقونها من أسبوع وأزيد على أسبوع يسحقونها هكذا فوق الهبة فوق المسحقة اللي قد هنقسن شوية كوبينتين شوية ماء مع عشرة أيام ولا هيك حتى يضرب تقول لا طحن ميلي وأكتالي يسوي نوع صوف لهذك ويبيع. وطن عرف من أين تحصد الثمرة ولماذا، فجابوا الروابي كلها في صرب الخير ليخرجوا بالخيرات. معكم مشاهدينا ومع ضيفنا الشاعر مسلم بن رامس المهري، ايش راح تسمعنا مسلم؟ دانا دانا همدي شقوت قلبي ودانا دانا 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 صبر بخليت بيلي ودانا دانا دانا هتنك شل حليله ودانا دانا 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 خيب يا زيد كيلي ودانا دانا دانا وصر ما هالحليله ودانا دانا 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 انت حمي انت كيلي ودانا دانا دانا وصر ما مرويت ودانا دانا 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 انت حمي انت كيلي ودانا دانا دانا بارود فحسب شودانا دانا 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 لا دسال شوالت سيلي ودانا دانا دانا ضيطي من حنافش حزر ودانا دانا 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 ولا بلي وتكيلي ودانا دانا دانا الزدك شمان خاطر ودانا دانا 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 هو أزم اشتا وتهيلي ودانا دانا دانا هزاك شكاك وولت ودانا دانا 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 والقدم اشا سبيلي ودانا دانا دانا هزاك شكاك وولت ودانا دانا 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 والكفد شاس بيلي ودانا دانا دانا هرتي طيبة مكنش ودانا دانا 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 ولا حمشتكت ويلي ودانا دانا دانا همذهب ملي صلولت ودانا دانا 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 وما قر منها لخيلي ودانا دانا دانا همذهب ملي صلولت ودانا دانا 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 وما قر منها لخيلي ودانا دانا دانا همذهب ملي صلولت ودانا دانا 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 وما قر منها لخيلي ودانا دانا دانا تولو تسيني ريحك ودانا دانا 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 عليك وفدا صليلي ودانا. سلامتكم. هذا الشيخ محمد كدانان عموش اللي قال بهذه القصيدة،
رجال شاعر معروف بس أنا كاتبها وما أحفظها زين. في معنى القصيدة؟ هذه معنى بمس نفس المعنى بس يجاري الكوس ويعني يجاريها كأنه بيجاري شاعر. شكرا لك شاعرنا على هذه الوصلة اللي سمعناها ومتواصلين معكم مشاهدينا. معكم مشاهدينا نتواصل ونعود لضيفنا في الحلقة سعيد بن مسعود الكثيري. سعيد، التواجد الغطاء للنباتي، كنا نتحدث أيضا عن هذه النباتات وهذه الأشجار أهميتها، أيضا الاستخدامات التي كانت سابقا، الحفاظ على هذه الأشجار كيفية الحفاظ عليها لاستمرارية هذه الاستفادة؟ أهمية النباتات والحفاظ عليها هذا واجب وطني، واجب الكل سواء ابن الريف او ابن الباديه او ابن المدينه. والحمد لله انه صار في واعي طبعا اكيد كده. عندنا نحن في المديريه العامه للزراعه عندنا مشتل ينتج الشتلات المحليه، عندنا تقريبا المشتلين الكل واحد ينتج تقريبا، الاول ينتج حوالي 20,000 هذا بمختلف النبات الاشجار يعني. وعندنا مشتل خاص باشجار اللبان اللي أنتج أشجار اللبان، متخصص في أشجار اللبان. طبعا عملية الاستزراع في المشاتل وقلب البذور من البيئة الطبيعية تم زراعتها في المشاتل، ومن ثم يتم استزراعها في الأماكن المخصصة لها سواء في المصورات أو إلى جهة حكومية أخرى أو في المدارس أو الشركات الحكومية التي تطلب عن طريق رسائل معينة إلى المديرية. عندنا ايضا اضافه الى ذلك عندنا حديقه نباتيه شجريه في المديريه تقريبا حوالي على ما اذكر انه عندنا 61 نوع من النباتات، بحيث انه هذه النباتات تعتبر مصدر بنك وراثي للنباتات المحليه. فاذا حافظنا على هذه النباتات وتم اكثارها وتم توزيعها الى المواطن بحيث انه يزرع كل مواطن او كل جهه حكوميه اخرى يعني سوف نصبح يعني في المناطق المتقدمة للقضاء على التصحر، لأن الهم الشاغل الحين لكل العالم لكل يعني أقول لك العالم هو عملية التصحر. التصحر آفة عالمية ونحن نراها بعم عيوننا، ولكن رغم ذلك رغم الإمكانيات ورغم الموازنات إلا أننا نسعى إلى عملية الحفاظ على تلك الغطاء النباتي وزيادة مساحته قدر الإمكانية المتاحة لذلك. أهم النباتات اللي أيضا من خلال اطلاعكم التي لها فائدة ربما أيضا الموصى بزراعتها والإكثار أيضا من زراعتها. والله الحين أنا أقول لك يعني بحكم أن في هذا العمل فأنا أرى أن الأشياء اللي هي الحين بدأت إلى عملية التصحر أو عملية الجفاف هي التين البري سواء القيطيت او الطيق، هذه تم تحصلها في فتره من الفترات عمليه تيابس يعني، ونحن يجب علينا ان نحافظ عليها ويجب الاكثار منها في المشاتل سواء المشاتل التي تتبع المديريه او المشاتل الاخرى اللي تتبع هي الاخوان جزاهم الله خير ايضا في البيئه عندهم مشاتل ما قصروا في هذا الدور. ايضا نحاول ان عمليه التوعيه لها دور ايضا كبير جدا في سواء في الندوات الارشاديه في المدارس في الاماكن المراكز التجمع السكاني وايضا هناك في المراكز الاداريه يجب ان تتم عمليه التوعيه باي شكل من الاشكال سواء عن طريق التواصل الاجتماعي، فهذه له دور كبير في عمليه النشر التوعيه اكثر يعني. هذه التوعيه ويمكن استغلال ايضا بعض المواسم، نقول كمثل موسم الصرب مثل ما ذكرت انه هو موسم الحياه بالنسبه للنباتات، هو دوره حياه جديده للنبات للاشجار، عمليه الاستعداد المسبق ايضا لاستقبال هذا الموسم والمواسم الاخرى ايضا في عمليه نبات الاشجار. نعم، يبدا عندنا زراعه النبات الشتلات في موسم يبدا من شهر تقريبا 5، فيتم تجهيزها وعمليه الخلط، عمليه الخلط وتجهيزها في الاكياس وعمليه البذور جاهز عندنا في مستودع للبذور، ومن ثم ذلك يتم زراعتها. خلال فترة هذه 3 شهور أو 4 شهور
تتم جاهزيتها للعملية الزرعة. بعض الأخوة جزاهم الله خير حتى في جمعية أهلية في ناس شباب متطوعين يتم عملية أماكن التي تظهر عليها عملية التصحر أو عملية سواء في التجمعات أو عملية المواقع السكنية في الجبال وفي المناطق اللي هي مثلا نقول لك الصحراوية أو هي تعاني من قلة القطاع النباتي. فلذلك يعني تحصل انه الشخص يجيك وهو متعطش لعمليه الاشجار هذه ويزرعها في اماكن الحصول على شتله والعلم انه هذه الشتلات مجانيا ليس عليها رسوم الحمد لله وجزاه الله خير الحكومه موفرت هذه الشتلات مجانيا للاشخاص والجهات الحكوميه. يمكن من ناحيه الوعي لاحظنا خلال الفتره ظهور على بعض مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج تشجير ظفار واللي نتمنى ايضا أن يكون بتأكيد تشجير عمان هذا الهاشتاج. يمكن جانب الاهتمام جانب الوعي لدى المواطنين المهتمين يمكن أيضا أنتم كمديرية تلاحظون أنه بالفعل أنه الوعي نوعا ما في ازدياد لدى المواطنين. أكيد نحن من خلال متابعة هذا الهاشتاج رأيت أنه سبحان الله حتى لو مثلا مش من أبناء الريف خاصة من أبناء المدينة قلت لك مثل سابقا حتى من الريف حتى من أخواننا في شمال السلطنة أنهم يحثوا على عملية التشجير ونحن من هذا المنبر ومن هذا اللقاء يجب علينا أن نستعد لهذه الأشياء لأن هذه الأشياء يعني هذا واجب وطني والوعي موجود والأمانة موجودة والحرص من الجميع موجود لكن هي يحتاج لها بعض الأشياء يتم توفيرها مثل الشتلات والبذور وهذه الأشياء والحمد لله إن شاء الله نتعدى هذا. يمكن أيضا تحتاج عملية توجيه في نوعية الأشجار مثلا في المكان المعين أو في هذه المنطقة الجغرافية يتم زراعة أشجار معينة في المنطقة الجغرافية الأخرى يتم زراعة أشجار نوعية أخرى. أكيد لكل بيئة أو كل طقرافية لها أشجار يعني لها خصوصيتها. فمثلا قبل ما يبدأ أي تجمع أو أي عملية استزراع يجب أن يكون هناك عملية الاستشارة أو عملية الاختيار الأشجار المناسبة لتلك المناطق بحيث أن لا نزرع وبعد فترة يقول لك أنا ما نبت عندي الأشجار هذه. طيب هذه الأشجار لها بيئة مناسبة أو بيئة خاصة لها ما مفروض إني أزرعها في أماكن يعني غير المكان غير المناسب لها. في هناك أماكن مثلا ما أجيب لك هذه الأشياء الأشجار اللي هي خفيفة وأزرعها في الصحراء لأنها ما تحمل العطش أو ما تحمل الجو الحار. بالعكس اللبان هو يتحمل الحار وتحمل أشجار القاف عندك تتحمل الحرارة وتحمل أشجار الطلح اللي هي السمر أو هذه الأشياء اللي هي الشوكية تتحمل الجو الحار أو الساخن. ذكرت وجود مشتل خاص بأشجار اللبان يمكن اللبان هو أحد نقول الأشجار ذات القيمة بالفعل هنا في المحافظة. وجود هذا المشتل وجود أيضا اهتمام أكثر بزراعة أشجار اللبان في الأماكن التي تناسبها. طبعا الحمد لله أنه عندنا مشتل مختص في أشجار اللبان واللبان المفروض احنا نهتم فيه اكثر او لانه هو يعتبر رمز للمحافظه والسلطنه يعني عامه يعني لانه اللبان العماني معروف على مستوى العالم طبعا بانتاجيته وجودته غير اللبان الطبيعي اللي هو في الاشجار الطبيعيه. فنحن نقوم بعمليه الاكثار وايضا في اقبال متزايد على اشجار اللبان سواء من الاخوان في المحافظه او اخواننا في المناطق المحافظات الشماليه من السلطنه. ولذلك يعني نرى أنه يتم أو تكون هيئة مستقلة تقريبا في هذا المجال بحيث أن هذا المنتج منتج ذو قيمة تاريخية اقتصادية لها عالميتها لها شهرتها من حيث هذا المبدأ. فنتأمل أنه يعني في الأيام القادمة نرى شيء يرى النور يعني والاهتمام من الحكومة موجود يعني سبحان الله لكن الأمال دائما تكون حريصة في كل مكان ووقت وزمان. الطموح دائما متاح بتأكيد الاهتمام بمثل هذه الأشجار والأشجار ذات القيمة والأشجار النادرة أيضا مهم. شكرا لتواجدك معنا ضيفنا سعيد المسعود الكثيري على هذا الحوار الثري والجميل أيضا عن الأشجار والنباتات في المحافظة وأيضا تحديدا خلال هذا الموسم موسم الصرف. شكرا جزيلا لك. وأنا أشكرك وأشكر الأخوة الطاقم الموجود عندنا وجزاكم الله خير على هذه الاستضافة الطيبة مع شاعر مسلم عموش المهري. شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم أيضا مشاهدينا على المتابعة، تحية لضيوفنا وتحية أيضا لشاعرنا، شكرا لتواجدك معنا في الحلقة وكل التحية لك. جزاك الله خير، مشكورين وتشريف على وجودي عندكم، وتشريف كثير والعفو أني حلقي شوي تعبانة، ولكن نعيدها مرة ثانية إن شاء الله، مرة على الحلقة الثانية إن شاء الله. كل التحية لك. شكرا لك. نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة من صرب وتفاصيل صرب وهذا الموسم في محافظة ظفار. كل التحية لكم مني ومن طاقم البرنامج، إلى اللقاء. حيبة مديتك عاصم وغلي الأخار فيتن لسن القليب كافل ولتكون ما حجيتن تعقب نار قاطن ومحاسك الويتن من حر التباتك وهم هلك عزيز مديتن وغليل التغتفوف شط قاطن اندبيتن برك بيتكون صوبر هل تخط لنا سمديتن باتيان بروروهم أم عودنا غليتن لسنهار خيط عمر ولتكون ما هريتن سيحفو وسيمروثق وتثبتن بشهيتن لسن سن مزورة ولتكون لحكايتن تعقب نار نهل أقف قيف ورد نيتن وصروا مسين النور همرون بحبريتن ودفون هسليك وخاطر ريس يزود مليه قوس وضيري كسيس المريم تشق وتوقف برشيس سهك درزهي وريغ بهيس تسينه كمديت يهيف وغيس السويلس الخليك وبيلي وزميس وثيوة ومذهب بركاصية نيس الومن يكون ذنوك في رحبيس يزم 50 ألف ذناك دمانك كيس ولك سزيد نوت يفكك من حفيس غريك نود الليه وكاصر ياسيس نامير الزافي يوزك الله ذكو في بيس.